السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبتي الأطفال؟ اليوم سوف نتعلم معاً طريقة جمع الأعداد، ولكن قبل ذلك سوف نتعرف على أيام الأسبوع. نبدأ أيام الأسبوع بيوم الأحد، ومن ثم يأتي الاثنين، ويليه الثلاثاء، فالأربعاء، فالخميس، وبعده يأتي الجمعة، وأخيراً السبت. أيام الأسبوع سبعة. الخميس، الجمعة، والسبت. سبعة أيام الأسبوع، سبعة، سبعة أيام الأسبوع، سبعة. أعزائي الأطفال، سوف نتعرف معاً على الأرقام، وسوف نحاول أن نعد من الرقم واحد إلى أن نصل إلى الرقم عشرة. هيا بنا نبدأ بالرقم واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هيا 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 نتحرك، هيا 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 نكتشف الرقم سويا، هيا هيا كي نعرف ما رقم اليوم. أعزائي الأطفال، الآن سوف نحاول أن نعد الأرقام من رقم واحد إلى أن نصل إلى الرقم عشرة بطريقة ترتيب الأعداد تصاعدياً، أي نبدأ من الرقم واحد إلى أن نصل إلى الرقم عشرة، ومن هنا نبدأ بالرقم الأصغر إلى أن نصل إلى الرقم الأكبر وهو الرقم عشرة. نبدأ بالرقم واحد، ومن ثم اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وأخيراً الرقم عشرة وهو الرقم الأكبر. والآن أحبتي الأطفال، سوف نقوم بترتيب الأعداد تنازلياً، أي نبدأ من الرقم الأكبر ثم نصل إلى الرقم الأصغر. نبدأ بالرقم عشرة، ثم تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، وأخيراً وصلنا إلى الرقم واحد وهو الرقم الأصغر، وهنا قمنا بترتيب الأعداد تنازلياً من الرقم الأكبر وهو الرقم عشرة إلى أن وصلنا إلى الرقم الأصغر وهو الرقم واحد. والآن سوف نتعرف على طريقة جمع الأعداد. اشترت سلمى ثلاثة وردات، واحد، اثنان، ثلاثة، واشترت أختها أربعة وردات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. ما مجموع الوردات التي اشتريناها؟ لنحاول أن نعد الوردات
ونرى ما مجموعها: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. إذن مجموع الوردات هو الرقم 7. اشترى أحمد 4 دمى: 1، 2، 3، 4. واشترى سامي 5 دمى: 1، 2، 3، 4، 5. ما مجموع الدمى التي اشتراها أحمد وسامي؟ هيا نحاول أن نعد الدمى: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. إنها 9 دمى. اشترى ماجد 2 نجمتان: 1، 2. واشترى خالد 1 نجمة. ما مجموع النجوم التي اشتراها ماجد وخالد؟ 1، 2، 3. إنها 3 نجوم. إلى اللقاء.